الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، كنا نشتغل في الهاتف، يقول فيأتي بعض الناس ثم يجري مكالمته ويدفع مبلغا زائدا، فكان تكون مكالمته زائدا على قيمة المكالمة، زائدا على قيمة المكالمة كثيرا. يقول ثم نقوم نحن بأخذ هذا المبلغ الزائد، حيث أنه لم يحدد هل هو يوضع في حساب الهاتف أم أننا نأخذه. يقول فما حكم أخذ هذه المبالغ؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان موظفا في دائرة معينة ويتقاضى على وظيفته هذه راتبا من ولي الأمر، فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا على المراجعين مطلقا، لا مشارطة ومعاوضة ولا ابتداء، أي سواء اشترط الموظف على المراجع أن يدفع له شيئا أو أن المراجع أعطى هذا الموظف شيئا من غير طلب، فلا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من ذلك. أما عدم جواز اشتراط الموظف أخذ شيء من المراجعين فحتى لا يدخله في الرشوة، فأي مبلغ يشترطه الموظف على المراجعين لإنهاء معاملاتهم فإنه من الرشوة الملعون فاعلها. وفي جامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي. وأما عدم جواز أخذها بلا شرط فيما لو دفعها المراجع ابتداء فمن باب سد ذريعة محاباة هذا المراجع على حساب نظام العمل، وحتى لا يكون له منة على الموظفين في تقديمه إذا كان حقه التأخير، وفي مجاملته على حساب الآخرين. فإذا يحرم اشتراط الموظف شيئا من المال تفاديا لوقوعه في الرشوة، ويحرم أخذها ابتداء بلا طلب من باب سد ذريعة محاباة هذا المراجع على حساب المراجعين الآخرين. وبما أنكم أخذتموها في حال كونكم تجهلون حقيقة الحكم، فهذا مال حرام اكتسبه الإنسان قبل علمه بتحريمه. والمتقرر عند العلماء أن المكاسب المحرمة قبل علم صاحبها بالتحريم حل لصاحبها بعد علمه، ولا يلزمه إخراجها، لقول الله عز وجل عمن يأكل الربا قبل علمه بالتحريم: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله عز وجل: عفى الله عما سلف. ولأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، فمن لا يعلم فلا تقوم عليه الحجة. فما اكتسبتموه سابقا لا يلزمكم إخراجه، وهو حلال لكم، لكن لا يجوز لكم أن تستأنفوا شيئا جديدا من الأخذ، لا مشارطة ولا ابتداء بلا شرط من أي مراجع كان بعد علمكم بهذا التحريم، والله أعلم.